قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يعبد الله سبحانه وتعالى على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين. أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يسوزيلي كما بروفيت يشادو الله لو ملة لو لا ريليزيون كإبراهيم عليه الصلاة والسلام تلولا إيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام يباتي بامي بن مشركين. كان يخرج في غار حراء، غار حراء بعيد عن مكة قليلا ليس كثير. نعم. Là, j'avais sorti pour lire la cavelle d'Ira qui a perdu au Maca, pas trop loin de son nom. فكان يتفكر في مخلوقات الله، ينظر في هذا الكون البديع. نعم. يا رسول صلى الله عليه وسلم، était sorti à la cavelle d'Ira, était pour méditer la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ce qui existait de ça l'univers. جاءه الوحي في غار حراء عليه الصلاة والسلام. جاءه جبريل. Et la révélation, Jibril est venu contre lui quand il était dans sa caverne Hira. فقال له اقرأ. Et il dit avec lui, اقرأ, ça veut dire lis. قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أنا بقارئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب. رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي كونسا ما أنا ما بكون لي أقول الرسول صلى الله عليه وسلم يبتش كون لي يبتش كون يقرأ. قال ما قال له اقرأ. قال ما أنا بقارئ. الثانية. قال له الثالثة اقرأ. قال ما أنا بقارئ. فقال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الخمس الآيات الأولى من سورة العلق، أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن، خمس آيات في أول سورة العلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق لي بدون تشرح هذه خمس آيات الأولى فقط. نعم. هذا أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وكان بهذا نبي عليه الصلاة والسلام. لذلك سنك آيات كم دسان نولي دي بكم اسمها سورة تنبس بجي يين بروفيت. خاف عليه الصلاة والسلام، ظن أنه هذا من الجن. إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى من؟ النبي صلى الله عليه وسلم عندما خاف الآن ذهب إلى رجع إلى زوجته إلى خديجة رضي الله عنها. قال يا خديجة إني خشيت، خفت يعني على نفسي أن يكون هذا من الجن، ممكن جاءه مس أو شيء من هذا. نعم. Là, il vient de retourner sur madame Khadija, il dit, il perd son corps, il pensait que ça est capable que j'ai quelque chose qui est arrivé avec lui, sentit lui, distait, père. قالت له أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا. يعني قالت مثلك، يعني مثل النبي صلى الله عليه وسلم ما يمكن أن يضيعه الله سبحانه وتعالى. وأخذته إلى ورقة بن نوفل رضي الله عنه. يا مموما خديجة رضي الله عنها إن من لقد صقوزين ورقة بن نوفل. فقص له ماذا حدث له في غار حراء. الرسول صلى الله عليه وسلم إن يسلك ورقة بن نوفل كنا لبيكري بدك جدًا كافر حراء. فقال له هذا هو الملك الذي كان ينزل على موسى عليه الصلاة والسلام. ورقة بن نوفل يجي avec محمد صلى الله عليه وسلم سا
sa lance qui descend le Moussa. Même lance qui descend le Moussa alayhi salam. ثم قال له انه سيبتلى ستكون العداوه من قومه له عليه الصلاه والسلام لانه لا ياتي رجل قط بمثل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم الا عودي. Ça qui n'amenait, excepté, il vous gagne, vous avez dit, ben, tu m'en fais des titres. N'am, ou hada fi tesli alana, l'an, akul hada, al-sheikh madalan, ja'atni ba'adal ibtila'at huna, hada akul indama aslam, t'hassal kada wa kada, lam nihsul laka shay mimma hassal lil nabi sallallahu alayhi wa sallam, labud tumtahan, labud tukhtabar fi d-din, hatta ya'lam Allah subhanahu wa ta'ala s-sadiq. من الكاذب. جنو سكي ورقة بن نوفل بيجي رسول صلى الله عليه وسلم يبزين فرنسا بس بنتين نو أبوز نو بابا سكتل إسلام اكسبتي نو سيني بو بيم تي كيسي سي با با تولا با إسا الله جل وعلا إلي كوني لكي كي تروتفول لكي تي ماتي إسا يباني عنيان كونو يباني عنيان كوباري أبيك سكي الرسول عليه الصلاة والسلام إن باس لادن.